هل يمكن أن يسعى لتوظيف القضاء للتخلص من أزمته الدستورية ولمعاقبة من يريد معاقبته؟ المكتسبات الحاصلة الآن بعد 10 سنوات من الثورة جعلت العديد من أمنيات السيد الرئيس تسقط تقريبا من الساعات الأولى. فهو في أول خروج بإعلانه الانقلاب قال وأني سأتولى النيابة العمومية مباشرة. النيابة العمومية رفضت ذلك والجهاز القضائي التونسي رفض ذلك، بما يعني وأنه الآن حجم المكتسبات الحرية والديمقراطية والمؤسسات أصبحت مستعصية على كل إنسان يريد أن يوظفها خارج إطار القانون. هذا واحد. إذن والدليل على ذلك أن نواب ائتلاف الكرامة قد تم إطلاق سراحهم. هذا يدل وأن القضاء الآن لا تقع عليه أي ضغوط، وهو حر وهو سيد نفسه وسيد قراره، وهذه نقطة إيجابية جدا يمكن البناء عليها. وهذا المعطى الأساسي هو الذي أكد لدى لقطاع عريض من الرأي العام وأن مشروع الانقلاب في طريقه إلى الفشل والتهاوي.